حققنا انتصارا يضاف الى انتصارات المقاومه وانتصارات شعبنا وبذلك تكون اسرائيل تكبدت هزيمه جديده تضاف الى مسلسل هزائمها في لبنان الحمد لله والله شعور يعني كل انسان بتمنى هاللي طاب بعد 14 سنه تصور كيف شعور الانسان الحمد لله رب العالمين هذه نعمه من الله صدقني يعني هذا الله بعض الفرج الحمد لله كيف صحتك والله الحمد لله مبسوطين كثير بروحتنا ان شاء الله شو شعورك اليوم والله الحمد لله بعد 14 سنه سجن اكيد حنفرح بالتروح والله شعور مملوء بالفرح ولكن ممزوج بالالم لانه بعد في الشيخ عبد الكريم عبادي ومصطفى الديراني وبعض المعتقلين الاخوه في سجون الاحتلال. فبتمنى من جميع المؤسسات الدوليه والانسانيه انها تسعى بكل جهدها من اجل اطلاق سراحهم وخاصه الشيخ ابو علي مصطفى الديراني لانه هؤلاء محتجزين راح يحتجزوهم فتره طويله ومش معروف متى راح يتركوا سراحهم. هؤلاء جميعا يجب أن يعودوا قبل الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود ومن حقنا وهنا أريد أن أعيد وأكرر نحن قوم لا نترك أسرانا ومعتقلينا في السجون وسنفعل أي شيء من أجل استعادتهم لحريتهم إن شاء الله. شعورنا فرحتنا كبيره ما بتتصور من بعد 14 سنه يعني تصور انسان بيكون انسان غايب عنه بالسفر 4-5 سنين وبيصدقش ايمتى يجي فكيف انسان بيكون محتجز معتقل محروم الظلم الضوء يشوفه محروم اي شيء بالدنيا مدة 14 سنه فتصور كيف بده يكون شعور اخت له